عزام تابع ومشاهدي موقع مستوى على صفحتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متواجدين الآن هنا داخل محافظة يا بورسعيد علشان ننصف لحضراتكم هذا الاستقبال الحافل لبطل العالم للشباب في بطولة خصوصي بطولة العالم لكورة يوسف تارون الدقايق، والآن يستقل الحصان في هذه الاحتفالية لاستقباله هنا على انغام المسمار والطبل البلدي ويستقل احد الخيول. كمان هيكون معانا بعد كده في خلال الحفل فترة للتمثيلية والتحضير هنا عدد من القيادات التنفيذية في محافظة بورسعيد، منهم الشيخ محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة في بورسعيد، دكتور منصور باكر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من وسائل الإعلام والقيادات التنفيذية والسياسية وأعداد كبيرة من أبناء بورسعيد. وهو الآن بطل يوسف كريم البعيد يستقل الحصان في احتفالية هنا في استقباله في محافظة بورسعيد. Thank you.
عزام تبع وامس نادي موقع مصراوي. نعمل حضراتكم هذا الجانب من حفل استقبال بطل العالم للشباب في الكونغ فو يوسف كريم البهائي. شكرا لحضراتكم بكده حسن طبع وتابعونا واستمرار في القناه الحيه المختلفه عن بطولات الجمهوريه حدث ثوره حزينه على مصراوي.